ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مرات يوز جيمنج اكس واي. النهارده يا شباب هنلعب لعبه توم متكلم والاصدقاء. ايه يعني شويه العاب كده، يعني عشان لو حد يعني لو مثلا اي سؤال او اي حد يعني يغير بيتفرج على الفيديو يستمتع باللعبه، ولو مثلا لو اي حد عايز يلعب اللعبه دي هتلاقوا الرابط بتاع كل اي لعبه بلعبها، هتلاقوا الرابط بتاعها، وفي العاب بلعبها بفلوس بس ايه ما دي ما بصراحه لازم تدفع فلوس او تنزلوا برامج بتهكر الالعاب منها تنزلوا العاب بفلوس. يلا روح البص، يلا كل واحد يلا يروح البص بتاع قصدي كل واحد يروح البص. يلا ايه اول فوز حا عايزين تروح فين؟ كان الرسم ده بس اول حاجة. ايه حقنة نحل درس. يلا فلوس ليهم هما الاتنين. ميكروفون عشان هي عايزة تغني. بيتزا حاجات حلوة. يلا خلاص اول فسحة. يلا ميكروفون احطهولها هنا. عايزة تروحي فين انتي؟ يلا ايه انا بغني نحط هنا. عايزة اني ميكروفون اكل كده ده. ده ولا ده خلاص ده بس دلوقتي مشغولة بالغناء، واحنا دلوقتي هنعمل هنشوف توم عايز ايه. توم عايز يروح يلعب بين هانك وبينه، انا عارف الكرتون بتاعهم يعني. فا ايه حافظ الاسماء اللي موجودين في الكرتون. ف ايه اصلا كنت بحبه خالص زمان وانا صغير، كنت بتفرج عليه. يلهوي اشعارات، لما اجي العب اي لعبة لازم يكون في اشعارات. يلا ايو الله عليك ولد. لا يا الله ايه ده صوت بصوت يعني. الله زهق الراجل مش عارف يعمل ايه. يلا نشتري حرام عليك عشان تركب الباص. يلا بس يمعنا ماشي كويس. ماشي استنى شباب بس كده شباب، وشكرا على السبعة وخمسين مشترك بنزيد بأسرع وقت. والله فرحان جدا. عايز تستحمى تعالى تستحمى. يلا نشوف انجيلا عايزة ايه. استاذة انجيلا عايزة ايه من صندوق. يلا خلاص الارض ماشي ممكن يس. يلا
حلو كده، كان عايز تلعب الطفولك دلوقتي، بس تلعب بيه. يلا وي ايه. لعبة حلوة عارفها انا دي، لعبة قديمة. اللعبة دي كنت بلعبها زمان، لعبة توم المتكلم دي. رجعنا لكم يا شباب، بس في كان في حاجة بس وخلاص، يعني عايزين نخلص الإعلان ده. يلا هو الإكس، لا مش عايز ألعب، أنا عايز أكمل الفيديو. وإيه مش عايز أعيد تاني، عايز ألعب تاني. لا روح تاني. لا مش لعبة، عايزك نرجع لكم يا شباب. يلا يلا عايزين نلعب. لا خلاص يلا يلا نشوف نشوف دلوقتي نقدر يقدر ولا ما يقدروش يروح للباص. تعالى يلا توم، عايزاك يا انجلا، عايزاك على فكرة لما هيكونوا عايزين يجوا اهو. توم اهو توم، عشان دي عايزة تقعد مع توم شوية. انتوا بتتكلموا عن ايه؟ شكلهم مخبين سر مني علي. انا مش محبين حاجة. يلا قول اهو. هانك اللي بيشرب تنك ذاك، هانك صورة صور. خلاص بقى معاهم واحد جديد، هانك انضم الى العائلة. هانك ده بيموت في الحلويات. واحد اسمه جينجر بيموت برضه في العائلة، عايز ياكل حلويات على طول. انت رايح فين؟ مش عارف مكان الحمام. يلا اهو يلا خش اقفل. عيب حد يشوف. انت عايزة ايه برضه؟ عايزة انت عايزة ده؟ ممكن يكون عندي ولا اهو 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 يا اهاي بت ايه عجبتها. يلا عايز تاكل؟ عايز تاكل يا واد يا توم؟ قول قول الاكل طبعا. شباب طبعا شباب، دي نهاية الفيديو. لو عجبكم ما تنسوا لايك وتشتركوا في القناة لو مش مشتركين. وطبعا لو شفتوا الفيديو بتاع روبر بوب ما تنسوش تضغطوا له لايك، عشان ايه انزل لكم عن اللعبة دي تاني وعن لعبة توم والاصدقاء. توم توم المتكلم، لا توم المتكلم، توم الاصدقاء. طبعا لو عايزين حلقة تاني ما تنسوش توصلوا الفيديو ده 10 لايكات. ويلا سلام.